اليوم ان شاء الله علاج الشقيقه او الصداع النصفي اللي معذب بزاف الناس، والله يحفظ السلامه، ولينا تنسمعوه بواحد الكثره، كلشي الناس تعاني اليوم ان شاء الله باوراق الكاليبتوس. اما نغليوه في الاينوكس او نغلوه في الطين، ما ديروش يعافاكم الالومنيوم نهائيا، ومن الاحسن الطين. المهم انا خيرتكم اما اينوكس اما الطين. كناخذوا اوراق ونديروا هذه الطريقه، فن راحه نفسيه. تبع الفيديو بنت خالتي وخالتي حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه ان شاء الله. هي راه ساهله، المكونات سهله، واللي ما عندوش كاليبتوس راني شرحت ليه ان شاء الله بعد الاعشاب يستعملها. هادشي اللي كاين بنات خالتي، ونفس الطريقه هكا بواحد الفوطه، نبقاي واحد المده ديال شحال من دقيقه حتى يبرد الماء، وان شاء الله ربي كبير. مرحبا بكم في القناه وراكم عزاز وغاليين. اهلا وسهلا بنات خالتي ولاد خالتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم كما كتشوفوا معايا عندي هنايا اوراق الكاليبتوس، نقرب لكم اوراق الكاليبتوس فنه دابا تبارك الله. راه انا اختاريت الاوراق هنا رطبين، وهادو ممكن نحضروا بهم زيت الكاليبتوس اللي كنحتاجوه في الجسم ديالنا. كما كتشوفوا معايا هنا طريقه بخار الكاليبتوس، بخار الكاليبتوس اللي بزاف الناس ما تيعرفوش. زويون، عنده واحد المنافع كثيره للبشره، وحتى كنعملوه في الحمام مساج، او كنعملوه باندوش للجسم ديالنا. وهاد الطريقه هذه كديها معايا للحمام البلدي او للحمام ديال الدار، وكنفرشو فوق الارض وكنجلسو فوق منه. ممتاز. الناس اللي عندهم الروماتيزم، الناس اللي كيتنملوا لهم الرجلين، تيكتبوا لي في التعاليق عندنا الرجلين ديالنا تيتنملوا لينا، تيتنملوا يعني تكون الدوره الدمويه ثقيله. الكاليبتوس بقاو تستعملوه بزاف، ورا دوك الاوراق الصغيورين تنشربوهم على الحراره، اللي تيكونوا فتيين بحال هاد الشكل هذا، تيكونوا دقيقين. وهي كنعرفوا الشجره ديال الكاليبتوس ما تتكون عندها لا ما تيداوى ما والو، يعني طبيعيه ماشي فيها الكيماويات. فنيونه كنشربوها على البروده، وتنشربوها على ارتفاع الحراره. اليوم الفيديو ديالي مخصص بحال هكا، حمام مريم او بخار الكاليبتوس. نبداو على بركه الله. الناس اللي عندهم الشقيقه يعني جربوا بزاف الوسائل، وهاد الشقيقه كنعرفوها من تتشد الانسان في الراس ديالو، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الانسان تيتعذب الراس ديالو تيحرقو. بزاف الناس تيقول لي باش غنعرفو عندنا برد في الراس، راه كاين اعراض كثيره. كاين اللي تيحرقو راسو ماشي من البرد، من شرب الماء كيكون قليل، ولا تيتعرض لواحد الضربه ديال الشمس، ولا تيكون الارق، ولا تيكون الارهاق. ماشي كلشي تيحرقو راسو بسبب البرد. باش ما نكونوش باش نوضح لكم وما يبقاش الانسان على غفله، كاين اللي غاتيجي من عيان ما شربش الماء بزاف، ولا ما واكلش، وتيكون مفكر بزاف، عنده اعمال كثيره، تيحرقو راسو. خصو غير يتكى شويه وينعس صافي كيفوتو. يعني يبقاو تفرقوا الالام. اما اللي كيحرقوا دائما واحد النصف، انا عاد بلا ما قلت، انا دائما تيحرقني الجهه اليمنى، العين ديالي والانف، وحتى من فوق الجبهه ديالي وحتى الراس دائما كيحرقني ديك الشقيقه، وتنحسوا بواحد بجهه الانف انها بحال فيها شي ابره داخله لك، تحسي بواحد الوخزات ما بين الانف وما بين العين. كاين اللي تيجيه من القافه، كاين تجيه من الجبهه، كاين تيحرقوا عيني، كاين تاني الشقيقه كتجي خصو نظارات، فهمتوني. المهم هاد الطريقه هذه انا كدائما كنستعمل اما الطين او الاينوكس. الاينوكس حتى هما هادو جوج نافعيننا، الاينوكس او الطين، ما ديروش حبيكم الالومنيوم لا. كناخذ اوراق كما قلت لكم هكا تكون فتيه، وتنغسلها مزيان، ودرتها في الماء دابا غير برد مع الجو بحال البارد. نتوما يا غتغطيوه مزيان بهذه الطريقه، قعد راسك شويه، غتخلوه حتى داك البخار ديالو ما يمشي فين، وتكونوا عاملين هكا الفوطه باش ما يضربكمش البرد. يعني كنخاف عليكم ابنات خالتي والله العظيم، ولاد خالتي دائما كنعطيكم النصيحه اللي داك تعملوا بحال هكا، وما يكونش ثاني طايب باش ما يسلقش لكم البشره، لا غير شويه هكا، ونجيو هكا مزيان نغطيو مزيان، نخلي دوك البخار نستنشقو به العين ديالنا، الانف ديالنا، الفم مزيان، نزالات البرد مزيان، الشقيقه مزيان، التنفس الجيون الانفيه، القصبه الهوائيه سمحوا لي، يعني عندها واحد المنافع كثيره الكاليبتوس. فنيونه 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 كيف ما قلت لكم، الكاليبتوس
وحتى داك الالام ديال العنق وديال الرقبه تينفسوا. تبقاو دايرين هذه الطريقه هذه حتى تشموا داك البخار مزيان. اللي ما متوفرش على الكاليبتوس بنات خالتي ممكن يعمل الشيح، ممكن يعمل اوراق الازير، ممكن يعمل قليل من الخزامه، هادو كلهم تيريحوا الاعصاب. فهمتوني؟ كاين بعض الناس اللي ساكنين بعاد في باقي الدول ما باقي عندهم الثلج ما غيتوفروش على الكاليبتوس، وراه واخا تيكون يابس معليش معليش غير غيدخل الماء طايب ان شاء الله وراه غادي يطلق. تبقاو هكا حتى تحسوا بالماء برد، وهكا ملي نزولوا نردوا الفوطه على وجهي ديالنا بحال هكا. علاش؟ باش داك البخار كله ما يرجعش بالبروده ونصدقوا تاني في مشاكل وحده اخرى تاني. وراه مزيان حتى البشره، كنغسل بها انا البشره ديالي، كناخذ واحد القطن وكننظف به البشره فني، وكنعمل به حتى المساج. كنعرفوا الكاليبتوس منافعه كثيره لا تعد ولا تحصى فنيون. وراه كنحضروا به حتى زيت الكاليبتوس، كنحضروا به حتى الزيت، كناخذوا الاوراق الفتيه ديال قاصحه هذه، شتو هذه دابا نشفات هذه، بغيت غنوريكم الطريقه ما بين هذه. شوف هذه باقا كي دايره، شتو واخا نبغي ندي نقطعها غتبقى تترطى ليا ما غتهرش، شتي حنت باقي فيها الزيت. اما هذه بزاف الناس تيقول لك انت الشاي تهرساتها، يعني هذه نشفات من الماء تتكون قاصحه وعندها واحد الرائحه فلي داك واعره بحال ريحه فليو، واخا تيكون هاد البودو تا هما استعملوها. ممكن اننا كما قلت لكم تاخذوا الاوراق الفتيه الرطيط باش اللوين اللي تتكون بقعات جايه طالعه، هذه فيها بزاف المنافع. ممكن انكم تطبخوها مزيان مع زيت الزيتون وتحطوها على الناظر ديالكم، تحطوها على جنب الناظر يعني ما بين العين وما بين الاذن الناظر، كتحزموها لا قلت الله اكبر حتى هي كتنفس الراس. والطريقه الثانيه هي انني كندير معايا الحمام، كندير معايا الحمام اولا كان عندي الحمام ديال البلدي في الدار، مني تنشعل الحمام تنحطها بواحد الكميه، ما نقولش لكم واحد الكميه اللي كثيره تنفرشها في الارض، وفاش تسخن الارض تطلع عندي البخار ديال الكاليبتوس طبيعي. كنريحو عليه مباشره، الا حسيتو بالارض سخونه نحطو فوق منه شي حاجه اللي تحميكم من الحراره، او نحطوه فوق الجلد زويون. كاين طريقه اخرى هو انني ملي تنطبخو مزيان تنطبخو في هذا القدر هذا ولا هذا، الا ما عندكم الطين ديروا اينوكس، تنطبخو نطبخو ندي معايا الحمام وكنشلل به حتى الاخير حتى المرحله الاخيره. راه واخا كيبرد خشو غير في الماء في الماء طايب في القرعه في السطل ديال الماء اللي يكون طايب راه تيسخن، تشلي به شعرك بنت خالتي ودخالتي، تشلي به الكتاف ديالك، تشلي به الجسم ديالك كامل زويون فن. خلوه هو الاخر باندوش رائع للجسم. تبقاو تستعملوه في هذه الوقيته ديال البرد راه حتى هو كيحيد واحد الكميه ديال التعب ما نقولش لكم. والطريقه واحده اخرى هو انني راه مشاركه معكم، تنقطعو بحال هكا وتنغليه مزيان وتنحطو في الصل وتنحط فيه القدمين ديالي. اوراق الكاليبتوس ما تحاولوا انكم تستغلوا الفرصه، هو راه طيله العام وتيبقى طيله العام، يعني ماشي بحال اوراق الحامض ولا اوراق اللوز ولا اوراق الرمان ولا اوراق داك باقي الفواكه، هذا كيبقى طيله العام. الا جابتكم الفرصه الناس ديال برا قطعوه، وخيبس نقطعو غير بحال هكا وريقات ونديه معايا بحال هكا نستفو ونديه معايا عادي، الا ما كانش مشكل في الجمارك يعني ما عندكمش مشكل ديو معاكم. كيف ما قلت لكم كنشلل به شعري، تنشلل به الجسم ديالي، تنشلل به كنخشيه في الرجيلات ديالي فن. الناس اللي عندهم التغزاز عندهم الدوره الدمويه ثقيله تيحسوا بالتنمل في الرجلين ديالهم، الرجلين بحال النمله سارحه فيهم، تيقول لك منملين عليا. كيكون عندكم دوالي الساقين وما تبقاوش تربعوا رجليكم بزاف، وما تبقاوش دايرين واحد الحركه انك تعوج رجليك باش الدم ما يتحبش، دائما الحركه والمشي. راه زوين هاد الكاليبتوس واخا نبقى نهضر عليه حتى الصباح، يعني قليل داكشي اللي غنقول فيه، ممتاز ممتاز فني وما يخطاكمش. ومني كنسالي داك الماء ديالو ما غنرميش، اما نمسحي البشره ديالي ولا نخشي فيه الرجيلات ديالي. زويون فن فن، بغيت نشاركو معاكم حتى انا عملته صافي هاد. ومني تعملوه ما تخرجوش البرد، دائما كنقولها وياكم تخرجوا البرد تعملوه من ورا الظاهره ولا بالليل،
تيريح الاعصاب ومفيد للجسم ديالنا. فهمتوني يا بنات خالتي؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وسمحوا لي انا تنكثر عليكم الهضره، راه فقط للشرح، لان ما يمكنش نحط لكم نقول لكم ها نتوما الكاليبتوس يلا ديروه في رجليكم ولا شربوا. السلام عليكم. اللي شويه معصب وتيكون مقلق غير يحاول ما امكن يرخي نفسه ويسمع، راه حتى الهضره بعض المرات تتريح الاعصاب. غير الله يهدي بعض الناس تيكونوا شويه معصبين، ما تيبغوش يتصنتوا الفيديو، ولا هما تيكونوا هكاك تيحسوا دائما بالملل. كلمه الاستغفار راه تنفعكم ان شاء الله. انا والله ما كنكثر هذا غير الاستفاده. سمعتوني؟ راه زوي ولا جربته؟ فن هذا البخار البشره، وبخار حتى للشقيقه المنزله، يعني الشقيقه المنزله كنغسل به كوماج الوجه البشره ديالي. ما نقولش ليكم فن، ولا تقدروا ديروا في بخاخ وديو معكم للحمام. وفي ايام الصيف ملي تكون البشره ناقصها يعني كيخصها هكا الماء، نغليه ونديرو في بخاخ ونبقى مره نعش البشره ديالي، كتبقى النهار كامل وهي رطيبه، لان بزاف الناس تتبشره ديالهم تتنشف في فصل الصيف. هادشي اللي كاين بنات خالتي. كنتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف على قلبكم، وسمحوا لي مره اخرى، وراكم عزاز وغاليين ومرحبا والف مرحبا.